لعاملات المنازل دليل في لبنان، ولكن لم تعلن عنه وزارة العمل بعد. دليل صادر عن منظمة العمل الدولية، دليل يحدد ويوضح واجبات وحقوق عاملات المنازل وكيفية ضمان حقهن في مواجهة المشكلات استناداً إلى القوانين السائدة في لبنان. ويتضمن الدليل أيضاً كيفية تعليم عاملة المنزل التأقلم مع الثقافة اللبنانية والعادات والتقاليد. فعلى سبيل المثال، إذا كلمها بعض الناس بصوت عالٍ فهذا لا يعني أنهم غاضبون، بل هو أسلوب لبناني بالكلام. بالتأكيد في هذا الدليل بنود عدة لا يحبذها عدد لا بأس به من المستخدمين عموماً والنساء اللبنانيات خصوصاً. التقينا بعض عاملات المنازل وانتقينا بعض البنود من الدليل. بتشتغلي بس ببيت المدام أو في كذا بيت بتشتغلي فيه؟ بس بيت مدام. What is in the contract is only you work for that. But the other they don't. They want to push their workers to work. But it's not good. If they want to ask me, if I want to go in her daughter like this, it's okay for me. مكان العمل منزل صاحب العمل فقط، ولا يحق له ولأي سبب الطلب منك العمل في منزل أشخاص آخرين. كم ساعة بتشتغلي باليوم؟ I'm working full day, in whole day. Yeah, in a whole day. How many hours? 10 hours like this. I work until 10 in the evening. And then you wake up 6 in the morning. The same thing you do every day, every day. كم ساعة بتنامي باليوم؟ The other they sleep only 5, 6 like that or 7. But the other not especially there are children to sleep 8 hours in a day. ساعات العمل يحق لك أن تعملي بمعدل 10 ساعات غير متواصلة يومياً وعلى الأقل 8 ساعات من الراحة المتواصلة ليلاً. يحق لك بيوم عطلة في الأسبوع بالاتفاق مع صاحب العمل على اليوم الذي تودين أخذه. كما يحق لك بستة أيام عطلة سنوياً. If you are sick. Yeah, we continue work. Maybe they give only medicine like Panadol, but we continue work because no one to help to cook or to clean the house. So they need to work. They give me يعني rest and give me the medicine يعني هيك. No. We are working, of course, because they pay money. أما الإجازات المرضية فهي سابقة إن جرى تطبيقها فعلاً. إذا كنت مريضة أو مصابة يحق لك بإجازة مدتها 15 يوماً تتقاضين فيها راتباً كاملاً. متى يحق لك إنهاء عقد العمل؟ بإمكانك إنهاء العقد مع صاحب العمل إذا لم يدفع لك أجرك أو دفع أقل من المبلغ المتفق عليه خلال فترة 3 أشهر متواصلة. يحق لك الاحتفاظ بجواز سفرك وبأوراقك الثبوتية القانونية كافة بما فيها عقد العمل، ويحق لصاحب العمل الاحتفاظ بنسخة عنها فقط. والأهم أن عليك حفظ أرقام سفارة بلدك في لبنان والخطوط الساخنة المذكورة في الدليل لاستخدامها في حال تعرضك لأي مشكلة. هذا الدليل المؤجل قد يساهم في الحد من سوء المعاملة التي تتعرض لها عاملات المنازل إذا طبقت المواد التي يتضمنها.